هبدأ معاكم بموضوع الحقيقة أنا شايفاه مهم جدا وإيجابي جدا، ويمكن إحنا العادة دي موجودة عندنا من زمان قوي. إحنا النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن التطوع. إحنا يمكن من زمان قوي عندنا التطوع ده موجود كده، بنمارسه بشكل تلقائي، إن كان بقى بنشوف الناس اللي بتساعد الناس في الشارع في رمضان، في أوقات الأوقات الصعبة اللي يمكن بتعدي علينا، إن كان بقى في مشكلة ليها علاقة مثلا بالبرد أو يعني دايما طول الوقت إحنا بنساعد بعض في مواقف كتير جدا. لكن ده يمكن إحنا بنعمله بشكل تلقائي وملوش اسم، لكن دلوقتي بقى احنا بنشوف التطوع عندنا في مصر حقيقه موجود بشكل كبير جدا. امبارح كان يوم التطوع العالمي، وكان في احتفاء كبير جدا بالمتطوعين ونشر ثقافه التطوع بين الشباب وبين كل فرد في المجتمع، لانه التطوع ده الحقيقه هو ارقى الاعمال الانسانيه. التطوع هو مؤشر ايجابي لمستوى الوعي والشعور بالمواطنه والانتماء والمسؤوليه المجتمعيه والاحساس بالغير. اليوم العالمي للتطوع هو يوم بيحتفل فيه الناس بممارسة إنسانيتهم تجاه بلدهم وتجاه مجتمعهم. يمكن زي ما كنت بتكلم في الأول يا مصطفى، إحنا طول الوقت بنحب نساعد بعض، طول الوقت بنقوم بالتطوع بشكل تلقائي من غير ما يبقى تحت فريم أو تحت اسم حتى التطوع. صحيح صحيح، ويمكن لما نحتفل سنويا بيوم واحد في التطوع فأعتقد ده كمان شيء قليل جدا على ناس كتير جدا قدموا مجهوداتهم وخدوا من وقتهم وقت وخدوا من صحتهم وخدوا من صحة أهلهم وخدوا من كل حاجة علشان يقدم شيء زي ما انت قلتي تجاه إنسانيته وتجاه بلده. التطوع زي ما قلنا هو تجسيد للإنسانية والخير اللي جوانا. التطوع زي ما هو بيفيد الآخرين هو أيضا بيفيد المتطوع نفسه على المستوى الشخصي. ليه؟ لأن التطوع بيزيد من الثقة بالنفس، بيجعل الشخص المتطوع عنده إحساس بالآخرين، عنده حب المساعدة، بيساهم أيضا العمل التطوعي في التخفيف كثيرا من اثار التوتر والقلق، وبيساعد على التعرف على اصدقاء جدد عندهم نفس المشاعر الايجابيه تجاه الاخرين، وبيوسع دايره المعارف لعدد كبير جدا من الناس اللي ربما بيكونوا متشابهين معانا في نفس هذه الصفات. صحيح يا مصطفى، يمكن بجانب المشاهد اللي احنا سردناها لحضراتكم في العمل التطوعي زي ما كنا بنتكلم، ان كان بموجب الاحساس بالمسؤوليه او حب الخير، لكن احنا دلوقتي بقى عندنا في مصر تجارب كتير جدا للتطوع، يمكن اهمها الشباب اللي تطوع للمشاركه في مبادره حياه كريمه. شباب كتير جدا واعمار مختلفه الحقيقه امنوا بالفكره، امنوا ان هم لازم يشاركوا بوقتهم وبمجهودهم. اللي تطوع بيوم، ساعه، اسبوع، وفي اللي تطوع بفكره او وقت او جهد او حتى نصيحه او مشوره. آلاف من المتطوعين على مستوى الجمهورية بيشتغلوا ليل ونهار تحت مظلة حياة كريمة عشان يعملوا فرق حقيقي وملموس في بلدهم. والحقيقة يمكن هم كمان يا مصطفى المشاركة مش سهلة. حياة كريمة معنية بالقرى الأولى بالرعاية أو زبط. القرى الأكثر فقرا، يعني فيها سفر وفيها بالظبط، ففيها مشقة أصلا بالظبط، ففعلا مجهود كبير جدا، مش مجرد ان هم بينزلوا في اماكن قريبه منهم بيساعدوا ساعه او ساعتين ويمشوا، لا ده مجهود كبير وجهد وافكار يعني موضوع كبير مش بسيط. لا ده كان في كمان شباب بينزل يعمل بيسقف البيوت، يعني بيعمل صحيح. وشباب جميعي زي الفل، حاجه تشرف، بيشتغل بايده وبجهده زي العمال، يعني كمان مش بيبذل من وقته وجهده، لا ده بيسافر وبيمسك الاسمنت وبيطلع زي العمال وبيشيل مش عارف ايه. متخيلين يا جماعه انا بتكلم في ايه؟ الحياه ده احساس انساني جميل جدا، واحساس فعلا مش عارف توصفه الا اذا انت جربته على المستوى الانساني. احنا بنشوف الاف المتطوعين ايضا في الهلال الاحمر المصري، بنشوفهم بيشتغلوا ازاي في المستشفيات وبينزلوا ازاي بيساعدوا الناس كبار السن، نشوف منظمات المجتمع المدني ايضا الاف الشباب المصريين اللي بيشرف، الجمعيات الاهليه اللي بتقدم المساعدات للاسر الاولى بالرعايه بنشوف لهم ايضا عدد كبير جدا من الشباب المصري. الخير في امتي الى يوم الدين، علشان كده واحنا بنحتفل بالتطوع لازم نقول شكرا لكل واحد قدم المساعده تطوعا وحبا للمجتمع اللي عايش فيه، شكرا لكل واحد استقطع من وقته شويه وقت علشان يعمل خير. عايزين دايما نفتكر ان التطوع هو فكره انسانيه بحته قائمة على تقديم الخير للآخرين، حتى لو كان هذا الخير فكرة، حتى لو كان نصيحة، حتى لو كان كلمة طيبة تقدر تقولها أو تقدر توضح بيها مشاعرك تجاه الآخرين. صحيح يا مصطفى، وخلينا إحنا يعني كمان نعلم ولادنا أهمية التطوع وأهمية إن هم يساعدوا الناس، خلينا حتى في أجازتهم
ينزلوا شوية، نجرب نخليهم ينزلوا شوية يساعدوا الناس، يشاركوا في أي مبادرة من المبادرات، يبقوا حابين إن هم يحسوا بغيرهم. دي حاجة مهمة جدا إن احنا نعلمها لهم من الصغر، بس طبعا عشان نقدر نعلمهم ده لازم احنا نكون نموذج ليهم، لازم احنا اللي نكون قدامهم كمان بنقوم بعمل تطوعي أيا كان بقى نوع العمل. لو حابب تعملها تبع مبادرة من المبادرات المصرية اللي موجودة، لو حضرتك حابب تعملها تبع أي جمعية أو تبع أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، لو حابب حضرتك تقوم بيها بشكل فردي فاعمل كده، خدوا ولادكم معاكم. مهم جدا 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 ان احنا نحس بغيرنا، ان احنا نبقى بنحاول نساعد بعض. عدينا باوقات صعبه كتير، ان كان كورونا، ان كان الاوقات اللي كان بيبقى فيها مثلا بيوت بتتضرر بسبب الامطار، احوال كتير جدا. صحيح ان احنا ساعدنا بعض، لكن خلينا نعملها وتبقى بالنسبه لنا سلوك وعاده. على اي حال بنصبح على حضراتكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.